Med Radio. Med Radio. تواصل جيد مع الناس اللي أكيد عنده مجموعة من القواعد وعنده مجموعة من الضوابط وعنده تقنيات، وكل إنسان تسعى أنه يكون عنده تواصل جميل مع الآخر، لأنه هذا التواصل الجميل سيعني أنه كيتواصل بشكل جيد مع ذاته وكيحقق واحد النسبة من الراحة النفسية، لأنه سيكون تأثير دياله في الناس هو تأثير إيجابي وكيحسن الصورة دياله كذلك عندهم، وكذلك سيرضي ذاته من خلال أنه سيعرف نفسه أنه إنسان مهذب إنسان مؤدب، أو ممكن تكون المنطلق اللي هو منطلق أنها عبادة من العبادات الحسنة أكيد، لأنه كنلقى مجموعة من الأحاديث مجموعة من الآيات القرآنية اللي هي كتحث على أنه يكون واحد تخلق بالأخلاق الحسنة في التعامل مع الناس ويكون تواصل جيد، كما تقول النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. فإذا يعني التواصل مع الناس اللي هو طبعا الحال خلق كيتضمن تأثير في الآخرين، هذا أمر اللي هو أساسي، بحيث أنه نعتمد على مجموعة من التقنيات اللي هي أساسية ربما ما كيردولهاش الناس البال في كثير من الأحيان. أول تأثير الإنسان على الآخر هو تتضمن الكلمة والشكل، شكل الجسم. لاحظوا أنه صورة لقمان تلقوا أنه أول نصيحة كانت لقمان عليه السلام اللي كانت لمن لابنه، بحيث أنه قال له ولا تصعر خدك للناس، ولا تصعر خدك للناس، بمعنى ما تبينش للناس شي تصرف وحركة من حركات الجسم اللي هي كتعبر على أنه أنت متكبر عليهم، أو لنسى كتعتبر نفسك أنه حسن منهم، أو لحركة من الحركات اللي هي كتقلقهم وكتأديهم في نفسهم. وهنا راه كنتكلموا على واحد التأثير اللي هو كبير جدا، اللي هو تأثير الجسم وتأثير حركات الجسم على الآخرين، اللي كيوصل لدرجة 50% من التأثير أكثر من الكلمة وأكثر من نبرة الصوت. التواصل مع الناس كيشمل الكلام، كيشمل الجسم وحركة الجسم، وكيشمل نبرة الصوت. حركة الجسم ولغة الجسد هي كتشكل 50%. لهذا كتلقى لما أول حاجة مثلا جوج الناس كيبغيو يتلاقاو، قبل ما واحد يلقي التحية على الآخر تلقى أنه كيقرب الجسم ديالو، واش هو مغوبش، واش هو مرتاح، واش هو فرحان، واش هو مقلق، واش هو ما عجبوش الحال أنه يتلاقاه، واش فرحان باللقاء، واش مبتسم، واش عينيه فيهم واحد النظرة اللي هي جميلة، أم أنه نظرة ديال الحزن، أو لا حتى نظرة الاحتقار، أو لا نظرة عدم الرغبة في التواصل مع الآخر. إذا هذه القراءة كتكون قراءة أولية لكل تواصل، فلازم أنه نأكدوا عليها، ولازم أنه نعرفوا التواصل بالجسم ديالنا. حركات الجسم مهمة جدا، 50% كتعطينا تأثير على الآخر. بالنسبة للناس اللي كيبغيو يمارسوا القيادة، بالنسبة للناس اللي كيبغيو يكون تواصلهم مع الأسرة ومع العائلة ومع المجتمع يكون مزيان، فبالضرورة أنه تراقبوا لغة الجسد. بالنسبة للناس كذلك اللي تكون عندهم واحد المصدر ديال التسيير، مثلا تكونوا مصدر ديال التسيير، أو اللي تكون عندهم واحد الموقع ديال التسيير، تكونوا يعني رؤساء العمل، أو مثلا مسيرين ديال شركات أو كذا أو كذا، فهذه أمور اللي لازم أنه يصححها كل إنسان في تواصله مع الآخر. ثم كنلقاو أنه نبرة الصوت كتشكل 38% أكثر من الكلمة. الكلمة فقط عندها 7% ديال التأثير، 7%. فإلا كانت الكلمات جيدة ولكن مثلا كتكون بواحد الصوت عالي، فالإنسان يتأثر بهذاك الصورة وبهذاك الصوت العالي وبالنبرة ديال الصوت أكثر من تأثره بالكلمة، أكثر من تأثره بالكلمة. فبالتالي هذه لغة من اللغات الأساسية ديال التواصل اللي خص كل واحد يحبكها، وخص الإنسان أنه يسعى أنه يسقلها مع ذاته مع نفسه، يتعلم الطرق أخرى. لهذا كنلقاو أنه لقمان عليه السلام في نفس يعني الصورة يقول الله سبحانه وتعالى تنصح لقمان الإبن دياله ولا تمشي في الأرض مراحة، وتقول له واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
واغضض من صوتك، بمعنى ما يكون شيء واحد التواصل بشكل عالي في النبرة ديال الصوت. إذا هذه القراءة هذه اللي هي قراءة تواصلية تأثيرية في الآخرين راه كتنجم عليها مشاكل كثيرة، ماشي شي حاجة اللي هي بسيطة إطلاقا، وكتخلي أن الآخر إما تيقبلك أولا أو لما تيقبلك شيء، تيقبل كلامك أو لما تيقبلوش، وبالتالي لما قبلش كلامك ما يقدرش يتغير من أجلك، وما يقدر شيء أنه يسمع كذلك نصائحك، وما يمكن شيء أنه حتى أنت تكون مرتاح، لأنه كاين علاقة تفاعلية وعلاقة سببية ما بينكم بالآخر. إذا نتمنى إن شاء الله تعالى الجميع أنه يركز على هذه الأمور هذه ويعيد فيها النظر ويجتهد في التواصل الجيد مع الآخر باش تكون حياته أفضل وأحسن وأكثر راحة.